والبداية من الشرق الأوسط، يواصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل لقاءاته مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار زيارته الحالية التي تهدف إلى إحياء جهود السلام. وأكد ميتشل أن رفض إسرائيل تعليق المستوطنات في القدس لن يعيق جهود بلاده في دفع عملية السلام. محاولة أخرى من مبعوث الرئيس أوباما إلى الشرق الأوسط لقيادة عملية السلام في الاتجاه السليم، ولا شك أنه يعلم من تجربته أن الطريق مليئة بالمنعطفات. عزاؤه الوحيد في زيارة رام الله أن المعوق في الفترة الحالية ليس هنا. الولايات المتحدة تشارك الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض والقيادة الفلسطينية في الالتزام بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات رقعة جغرافية متصلة يستطيع الشعب الفلسطيني أن يمارس فيها حقه في تقرير المصير. ميتشل زار هذا المكان وأجرى هذه المصافحات أكثر من 10 مرات خلال العام السابق فقط. والموقف الذي كرره محمود عباس أن موافقة السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات عبر وسيط يعتمد على قرار نتنياهو بقبول إجراءات بناء الثقة التي حددها الرئيس أوباما، وأهم بنودها بالنسبة للفلسطينيين هو موافقة إسرائيل على تجميد الاستيطان. نتيجة هذه الزيارة إذن تعتمد بشكل شبه كلي على ما سمعه ميتشل خلال لقائه بنتنياهو. خالد خليفة، BBC.